السلام عليكم اخوتي، اش كتعاودوا؟ صافي عليكم نتوما هاني لا فامي العائله لي زامي. فاش جيناكم اليوم فيديو جديد، كاع الناس كيسولوا على نور، بغيتو تعرفوا اليوم اشنو كاين في الفيديو. فاليوم غنوريكم الفيديو غيعجبكم ديال بصح، ولكن ما نسامحوش لكم الا ما مشيتوش درتوا واحد بارطاج. الناس اللي مازال ما داروش لايك يديروها، الناس اللي مازال ما داروش ابوني يديروها. انت كتفرج بغيتي يبقى يطلع لك جديد، دير واحد ابوني ما خاسر والو ان شاء الله باش نوصلوها 100 كا، وحنا دابا واصلين 77 كا. واش ما نستاهلوش اخوتي الدرع؟ واش ما نستاهلوش الدرع النحاسي؟ حنا طالبينها غير رخيصه اخوتي، فما عليكم ديروا واحد لايك. الناس كيتفرجوا كثير ولكن انهم باش يديروا زابوني ما كيديروش ابوني، فديروا ابوني اخوتي على وجه نور، ديروا على وجه على هذا الوجه هذه اللي ورايا هذه اللي هي ايه. شنو سميتي هذه اللي ورايا؟ ما عندك سميه في الفيديو فهمتي؟ خالي. فديروا على وجه نور اخوتي، فما عليكم ديروا واحد لايك كومونتير تبع البلوقه هذه. ما نطولش عليكم، الفيديو ديال اليوم شنو هو؟ الفيديو اليوم هو ان غنلبسوا غادي نلبسوا اليوم نور كل لبسه، وغتشوفوا نتوما التشالنج ديالها. يعني غنبقى نوريكم كل اللبسه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه السابعه الثامنه التاسعه العاشره، وغنكملوا في هذا الشيء. وانتوما لا خلينا نكمل لهم. وانتوما خوتي شنو غديروا؟ انتوما اللبسه اللي عجبتكم الرقم ديالها شكون هو؟ يعني غنبدا نقول لكم ها واحد جوج ثلاثه، يعني كل لبسه عندها الرقم ديالها. فانتوما في الكومنتيرات غتقولوا اش من لبسه اللي جات مع نور واعره، غديروها في الكومنتيرات اش من الرقم واش من لبسه، يعني الرقم اللي جات في ديك اللبسه غديروها انتوما في الكومنتيرات. فما عليكم انكم تبقاو مع الفيديو ما تزابيش. مرحبا بكم كاملين، وما نسيت ما قلت لكم واحد الحاجه اللي هي وثقوا لي الحساب ديال انستغرام كيف كتشوفوا توثيق الحساب، فوثقوا لي. فنتمنوا وثقوا لي يوتيوب، نتمنوا وثقوا لنا فيسبوك، واحنا سالينا. المهم خوتي دخلوا عند الانستغرام، الناس بغاو يدوا معايا في شي حاجه او بغاو يعرفوا كيفاش داكشي كيفاش كيتوثق الحساب، وكتسنى انستغرام انها توثق لك الحساب. كتسناو انستغرام انا كيفاش نوثق لكم حساب، نوريكم داكشي اخوتي على الراس والعين. فدخلوا الانستغرام ها هو، ولكن قبل ما تدخلوا الانستغرام راني كندخل لك لقاه مسافه مساج كنقلبوا واش داير ابوني ولا دايرهاش. الا ما كنتيش داير ابوني انا ما كنجاوبش، اسمحوا لي كنتي داير ابوني كنجاوب الناس اللي دايره لي ابوني. فهو الانستغرام ديالي، فتحياتي لكم، بقاو مع الفيديو ما تزافوش. طولت عليكم وقعت طولت عليها، فاسمحي لنا سمحي لنا بزاف. ايوا يا خوتي هانتوما عليكم اللبسه الاولى. تبارك الله، هاي كي جات شفتو؟ هادي اللبسه رقم واحد، هادي اخوتي هي اللبسه رقم واحد. فبقاو مع اللبسات ما تزعطوش. الكسوه كي جات، الكسوه كي جات. كما كتشوفوا اخوتي اللبسه رقم جوج، فرحانه فيها نور. فبقاو مع الفيديو. علينا الكسوه الحمراء، واش العيد الحب قرب وما مخباريش انا ولا كيفاش؟ ها؟ ما مخباريش؟ ها؟ تبارك الله نور بدات كتوقف اخوتي انتوما شوفوا، غادا معاها كتقاتل على راسها، كتقاتل على راسك ولا كيفاش؟ المهم هذه اللبسه جوج ديال الكساوي، هذه هي اللبسه الثالثه اخوتي. شو كي جاتكم؟ فبقاو مع الفيديو. بلاتي بغيت نقول لهم انا حيره البنات قد التليفون، انا حيرة البنات في واحد ثلاثه ديال جوج ديال الكساو، هاد الكسيوه هادي وهاد الكسيوه هادي، ما عرفتش اين وحده لبستها في عيد ميلادها، اين وحده جاتها زوينه احسن. فغادي نشوف هادي ونشوفو هادي ونبقاو مع الارقام نتوما باش نعرفو الحكم ديالها. هادي رقم ثلاثه، رقم ثلاثه انتوما خوتي، وانت عليكم صفر والصفر كيدبر. ايوا نور، ها اش كاين؟ حطه صيفيه اخوتي، انتوما كتشوفوا حطه صيفيه واعره. فهادي شمن رقم نور؟ اش من رقم قولي انت؟ اليوم هادي اربعه. قام الفيديو. ها انتوما اخوتي كتسلم عليكم نور، ها كتقول لكم باي باي. يلا وقف. ها انتوما اللهم بارك اللبسه كي دايره، اللهم بارك وزيد في ذلك، والغوص كيفوش. داك السكر داك السكر داك، يلا يلا نور، يلا لا واعر لا واعر لا واعر. اشمن وحده هادي نور؟ اشمن رقم؟ اشمن رقم قولي لهم؟ قولي لهم رقم خمسه. خمسه تا هي دارتها. ها انتوما ثلاثه كفايه، ها انتوما الله يرضي عليكم. ها بوتيك
تايمان كان ها انتم تايمان كان ديال الصغار الا بغيتو نرد لكم اشهار وعندكم ملابس صغار مرحبا تايمان كان ها انتم ها والو قلت لكم هي حاطه كضربها العدو كيتسطى ايوا ها انتم الله وراك سيد الصفحات تبقاو مع الفيديو رقم 5 ها انا ضرب على النمر عاوتاني قول لهم ضرب عليكم النمر ها اش كاين يلا نور يلا ايوا الله نور كما كتشوفوا الحطه اخوتي رقم 10 نور 6 قام مع الفيديو اختي حنا لبسنا الصايا انتم يا اخوتي بس دابا الصايا انتم شوفوا والله الا شابخون غوش صاب داك الشا اللي كان بالاحمر صافي واعر الزين القرطاس قرطاس اخوتي القرطاس اللهم بارك تبارك الله تبارك الرحمن الاخوان المهم هذه اللبسه السابعة قام هذه ايوا اخوتي ها هي كسيو الثاني اللي قلت لكم بغيت نلبسها ان شاء الله نهار عيد ميلادها وبان لي بلي هذه هي اللي غنلبسها ليها نهار لانيفرسير ديالها هي هادي ان شاء الله هادي هاك نسيتي اوه فهادي البنات كانت هي الفيزا رقم 8 الساكادا ديالها المعلم الساكادا ديالها نلقى مع فيديو مزال اوه هاتوما حمار وحشي حمار وحشي حيوان وحشي ها انتم الحطه كي دايره المهم هذه رقم 10 ايا رقم 9 ها انتم كتشوفوا منار عرقات مسكينه عرقات او نار انت كان الصيف صيف صيف خصو خريف الصيف خصو سريه قول له قول له خصو سريه يا رقم على الفيديو ايوا اي ايوا اي ايوا نار نار تكلمي نار ايه نور شوفوا الكسوه اخوتي كي جاتها فهادي شنو نقولوا عليها ايه هادي الكسوه رقم 10 رقم 10 اخوتي هادي هي رقم 10 فرحانه هي دابا فرحانه طلقي انا دابا فرحانه باغا تلعب باغا تلعب فرحانه كتعصب فاخوتي كما شفتوا هنايا باليزا انتم كتشوفوا باقيين بزاف ديال الحوايج انتم كتشوفوا باقيين بزاف ديال الملابس ما وريناهمش لكم هادو هما اللي لبسات كانت لبسات وانتم وهنا باقي عامر الباص هادي تي باقي عامر بملابس داك الدري اللي قال لك ولا ديك السيده اللي قالت لك جايبينها من البال داك الناس واحد السيده قالت لنا خوتي من البال ها انتم خوتي هي من التيكيتا ديال المطار ماشي بعيد التيكيتا ديال المطار جايه من امريكا اقسم بالله جايين من امريكا ها هم ولا من الجهه الاخرى دور دور من هنا دور هذيك المهم هادي راه التيكيت ديال الماطا ديال الماطا اخوت المهم باقيين اخوتي هنا وباقيين هادو باقي ما وريناكمش باقيين بزاف الحوايج باقيين اخوتي باقيين بزاف الحوايج حنا شنو قلنا انا وايا فانا ندور الكاميرا وغنقولوا لكم فاخوتي كيوري لكم اخوتي كما شفتوا وري لكم 10 ديال البياسات ديال نور فنور اخوتي طيبناه يعني ملات ولات باغا تبكي ولات باغا تبكي اخوتي حنا طيبناها بكثره اللباس فما عليكم الا بغيتو تشوفوا كاع هاد الحوايج هادو الا بغيتو تشوفوا فيديو جديد ان شاء الله ديال غدا يكونوا فيه كاع هادشي اللي في الباليزه بغيتو تشوفوا كاع داك الحوايج اللي جاوها لابساهم فما عليكم انكم تبارطاجوا هاد الفيديو وبغينا هاد الفيديو هذا شحال وصل ايا 30000 في بغينا 30000 في الا ضربت فيديو خوتي 30000 في فما عليكم تشوفوا البارت الثانيه ديال هاد كيف نقول لكم كاع ديال الجزء الاول غتشوفوا الجزء الثاني ان شاء الله لو وصل هاد الفيديو 30000 في ويضرب 2 كا لايك 2000 لايك 3 كا 3 كا لايك ولا 2000 لا 2000 2000 لايك فما عليكم تشوفوا الفيديو ديال الجاي فعطيناكم حنا 10 البياسات فهذوك 10 غتختاروا من 1 حتى 10 اللي عجبتكم اي لبسه فغتعطيونا الرقم ديالها في كومونتير وتقولوا واش كي جاتها فما عليكم غا ما تنساوش انكم ديروا واحد لايك كومونتير تبلبلوا القضيه وكما قلت لكم
خاصكم حتى انا تباركوا لي حيت تخلي الحساب ديالي ديال انستغرام. عرفتي ايات صدمات اخوتي فقط الصباح كتقلب صات 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 تطلع لها توثيق الحساب ولا السيده ولا تقول لي ندير فيديو ديال لها في انستغرام ديالك شنو هو لا تخلصيني الا بغيتي انستغرام ولا تلوح فيديو في انستغرام ديالك تخلصيني تخلصيني خصك تخلصيني انا يا انا عندي انستغرام نطلع لك انستغرام تخلصيني دابا عندي 20 كتوصل 20 كا وصلت 100 كا زينه المهم خوتي يلاه زيدي خلصيني هذه الخلصه عندك انت شوفوا الخلاصة باش نخلص من خوتي صافي صافي لو جا بنتي مرحبا عاود اللقطة عام حميد عاود هاد اللقطة الله يحفظك حميد عاود هاد اللقطة عاود هاد اللقطة الله يحفظك ف كما قلنا لكم اخوتي الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا واحد لايك كومونتير سبسكرايب بارطاجيو الفيديو وحنا شنو غنقول لكم شنو غنقول لكم اديوس اميغوس اديوس اميغوس كنبغيوكم وكنبغيو الشعب ديالنا اللي كيحبنا وكنبغيو الناس اللي كيتفرجوا فينا من خارج الوطن وداخل الوطن فتحياتي لكم تحياتي لكم تحياتي لكم وتحيه لكاع الامهات اللي لنا الشرف يتفرجوا فينا امهات اللي امهات يعني حنانات كيفكروا فينا كيتفرجوا في فيديوهات ديالنا مع اولادهم مع عائلتهم فكنشكركم بزاف 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 حيت عندنا محتوى اصلا نقي وكنشكروا ما كنخسروا هضره ما والو الحمد لله داكشي علاش تابعين الناس نقيين داكشي علاش متابعين الناس نقيين خارج الوطن داخل الوطن ما عرفتش انا الفيديوهات ديال اغلبيه الناس كيتفرجوا فيهم برا لاحظت هاد اللعيبه هادي حيت الناس كيتفرجوا فينا برا بزاف ولا كنتو من دوك الناس اللي كيتفرجوا فينا برا بزاف فما عليك هنا لتحت تقول لنا اش من بنات كتفرج فينا امريكا انا جايه لتحت غادي تقولوا لينا اش من بنات كتفرجوا فينا الناس اللي برا كنشوفوكم بغينا لكم تشوفوكم لتحت تقولوا لنا اش من بنات كتفرجوا فينا اش من دوله فتهلاو لفراسكم ايا عندك ما تضيفي عندك ما تضيفي ايا باي ما عندك ما تضيفي لا باق باق حكمة المحكمة على نور في الخدوج ضربت الفروج في الدروج في ساعة الجوج. شاو.